وحول هذا الموضوع أشار الكاتب الصحفي الأستاذ الجميل الفاضل من السودان، أشار خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة إلى أن الأوضاع التي تعيشها السودان وشعبها غير مسبوقة في تاريخ البلاد. يعني هذا الوضع غير مسبوق في التاريخ السوداني، أحدث حالة كبيرة من الهلع والذعر والإرباك بالنسبة للحياة العادية للمواطن، وألقى بظلال وتأثيراته على مستقبل السودان. لا يعلم أحد ما الذي سيحدث غدا، ومتى تضع هذه الحرب أوزارها، وما هي النتائج والتداعيات التي يمكن أن تصحب حتى مرحلة ما بعد الحرب. أعتقد أن السودان بعد 15 من أبريل قطع بالقطع سيكون بلد آخر، هناك أوضاع مختلفة، هناك تربص من جهات ودوائر إقليمية وفي المحيط السوداني أيضا، الكل قلق. يعني كما قال رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك أن الحرب في الخرطوم ليست حرب في الخرطوم فحسب، هي لها تأثيرات ممتدة حتى إلى الأقاليم وإلى دول الجوار.